والمسؤولين يجيو يشوفوا هادشي، ولا مهندسين ولا اللي مقاومين ولا شوف اللي هما كي يخدموا في هادشي. ما انا ما عرف، والله لا ما جاوش يصلحوا لنا. واحد السيد كان معانا هنايا كيقول لك تايجيو الورثة تايجيو الشركاء اللي شاركين معاكم، ما نعرف. وهنا اش غندير؟ هانت كتشوف انا راني معوقه، بعدا كنمشي غير بالعكات، لا وليدات لا راجل لا اللي يكون بيك لا والو. عليك الله، ما عندي لا والي لا تالي، في غنمشي لا وليدات لا راجل لا احباب لا. وكنا شويه مني جات هذا الفيروز، ما بقى حد كيدخل على حد ولا شي حد، دار كلها مهدمه، كلها خصها الاصلاح. واحد الجار معانا ما كاينش مسافر، قال لك سيدي تيكونوا الجيران كاملين. ايوا فين هما الجيران دابا؟ هذاك الفوقي ماليه ما كاينش، درناها وعاودنا عند القايد وطلعوا قايله الفوق، ما طلعتش انا معاهم الباب الماكينه. الاسم محمد الهروشي، ساكن اخويا بالعنوان ديال الرميله كدان فاس رقم الدار 24. الله يجزيكم بخير، كنطلبوا من الناس المسؤولين يجيو يشوفوا هذا الوضع اللي كنعيشوا فيه، راه هادشي بزاف، راه عينا نمشيو عندهم، نمشي خلينا نمشي للمقاطعات، ما خلينا نمشي لهاد الماكينه ديال فاس، عينا ندفعوا في الطلبات، حتى واحد ما كيستقبلنا وحتى واحد ما كيجاوبنا. فاش كيستقبلونا في ديك الاستقبالات ديالهم، هما غايجيو عندكم، هما غايقيدوا لكم، هما غايجيو يشوفوا النمره ديالكم، وحنا مازالين كنتسناو الدور كاع اللي دايرين بينا تصلحوا، مازال غير هاد الدار هادي كنصلحوا جهه كتبان جهه، كنوليو نصلحوا جهه كتبان جهه، لا جدي لا جهد الله. كنا لقينا من الغير، كرا حنا شفنا من الغير، ما نبقاوش هنايا كاع اصلا. واش كاين شي واحد راضي يعيش هاد العيشه كيبقى ساعه ساعه كيصلح حاجه بحاجه؟ وكل ليله كنعسو كنقولوا شوش نصبحوا ولا ما نصبحوش، كل ليله كنقولوا هاد شي نهار طاح علينا، لا حول ولا قوه الا بالله. انتما كتشوفوا بعينكم هاد الوضع اللي كنعيشوا فيه، كنطالبوا من هاد الناس المسؤولين يجيو يشوفوا هاد الوضع اللي كنعيشوا فيه، يجيو يشوفوا، يجيبوا المهندسين ديالهم ويشوفوا لنا هادشي واش غيتصلح ولا ما غيتصلحش ولا شنو، نقلبوا عاوتاني نشوفوا فين نعيشوا. بقاو عايشين هكا مهددين، كل ساعة كنقولوا شنو طاح علينا نموتوا كاملين. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.